السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، السيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، السادة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أيها الحضور الكريم، يشرفنا أن نعلن في البداية عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي وقع الوصول إليها هذه التركيبة بعد يعني الكثير من المفاوضات والتي احتضنتها رئاسة الجمهورية. أقوم بتسمية أعضاء هذه اللجنة: الأستاذ نور اللجمي رئيساً للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، الأستاذة منال غرياني عضوة الهيئة، الأستاذة رجاء الشواشي، الأستاذ رياض الفرجاني، الأستاذة راضية السعيدي، الأستاذة رشيدة النيفر، الأستاذ هشام السنوسي، الأستاذ محسن الرياحي، والأستاذ حبيب بالعيد. نستمع مباشرة إلى كلمة السيد رئيس الجمهورية، بعد ذلك إلى كلمة يقدمها الأستاذ نور اللجمي بصفته رئيساً للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وبعد ذلك الجميع يكونون مدعوين لحفل استقبال في القاعة المجاورة. السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، السيد رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للاتصال السمعي البصري، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم لتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة للاتصال السمعي البصري، وكم يسعدني أن يتم هذا في اليوم العالمي لحرية التعبير، وللأمر الكثير من الدلالات التي لا تخفى على أحد. لقد اعترضتنا صعوبات كبيرة في تشكيل هذه اللجنة نظراً لحساسية موضوع الإعلام، وخاصة في هذا الظرف الدقيق، مما أدى إلى تأخير الإعلان عنها أكثر من مرة، ذلك لأننا فضلنا الحوار وإن طال وتشعب حتى تكون الهيئة جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكل ومن مشكل جديد. ولا يفوتني هنا شكر كل الأطراف المهنية والاجتماعية والسياسية التي ساهمت بجهدها وتفهمها في الوصول إلى وفاق بدا لي أحياناً وكأنه محاولة تربيع الدائرة. أيها الإخوة والأخوات، إن من حق الشعب التونسي أن تكون له اليوم مؤسسات إعلامية تقدم له خدمات إعلامية ذات مستوى جيد دون توظيف وبكامل الحرفية. هذا الأمر يصح أيضاً بالنسبة للمؤسسة السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية والتربوية والثقافية إلى آخره، حيث أن كل هذه المؤسسات موجودة لا لتخدم نفسها وإنما لتخدم الشعب. بقدر استقلالها عن دوائر المصالح المشبوهة ونفوذ المجموعات الضيقة، بقدر ما ستنجح في القيام بمهماتها الأصيلة وفي تشريف مهنتها. أما إذا ما سقطت تحت سيطرة أياد خفية تحقق مصالح غير مشروعة وأقليات متنفذة وقوية، فإنها تزيغ بسهولة عن مهمتها وتسقط شيئاً فشيئاً. نحن نريد أن يصلب عود مؤسساتنا الإعلامية وأن تزيد حرفيتها، ونعتقد أن المؤتمن على تحقيق هذه المهمة هم الإعلاميون أنفسهم دون أي تدخلات من خارج قطاعهم، خاصة وأن عدداً من أبنائه وبناته ظلوا أوفياء لشرف المهنة ولواجب المواطنة الحرة طيلة الدكتاتورية، وهؤلاء هم الذين سيقوم عليهم ربيع الإعلام الوطني. واسمحوا لي هنا أن أكرر ما قلته ألف مرة، أنني أفضل الإعلام الحر بتجاوزات على غياب التجاوزات في ظل إعلام مقيد، لقناعة التامة أن نجاح المسار الديمقراطي وثيق الارتباط بإحلام حر نزيه وحرفي هو الذي ننتظر جميعاً من الهيئة أن تكون أحسن دافع وأحسن مدافع عنه. أيها الإخوة والأخوات، ملخص ما يعاني منه قطاع الإعلام اليوم أن فيه أكثر من اللازم من التسيس والتحزب والتشخيص، وأقل من اللازم من الحرفية والمهنية والموضوعية. إن الصحفي مواطن مثل غيره من المواطنين، له الحق في أن تكون له مواقفه السياسية، وربما كان مؤهلاً أكثر من غيره لكي تكون له مواقف سياسية. لكن لنتفق على أنه إذا كان من حق الصحفي تبني مواقف سياسية، فأن من حق المواطن على الصحفي أن يقدم له المشهد على حقيقته بطريقة موضوعية، بالاستماع إلى مختلف الآراء والمواقف، حتى تكون للمواطن القدرة على التمييز أولاً، وحتى تكون له بعد ذلك القدرة على اتخاذ الموقف السياسي الذي يناسبه ويناسب قناعاته. ذلك ما نسميه المهنية،
وهي وإن قطعت في بلادنا خطوات هامة فإنها لا تزال تشكو من الكثير من النواقص. من أمراض القطاع الأساسية أيضاً الحضور الضعيف لأبناء القطاع الذين تلقوا التكوين العلمي الصحيح في وسائل الإعلام. إن المشاريع الإعلامية ليست مشاريع اقتصادية فقط، بل هي مشاريع وعي مواطنة، لذلك فإن الانتداب فيها لا يجب أن يتم فقط على أساس الاعتبارات الاقتصادية. من شأن ذلك أن يرفع مستوى صحافتنا وأن يدفع بها إلى مقدمة الإعلام الدولي. إن طموحنا هو أن يكون لنا في تونس كثيرا من الأقلام القادرة على الكتابة والتحليل في الشأن الدولي، وأن تكون لنا أيضا أقلام كثيرة قادرة على تقديم التحاليل العلمية والموضوعية للوضع السياسي الداخلي، تساعد على تطوير أداء السياسيين والارتقاء بالوعي السياسي العام. كل هذا حتى تكون لنا صحافة مواطنة قادرة على الإضافة والاستمرار. أيها الإخوة والأخوات، لا أحد بإمكانه اليوم أن يشكك في المنسوب العالي من الحرية التي يتمتع بها الصحفيون، وهو منسوب من الارتفاع بحيث نشك أنه متوفر في أي دولة أخرى. ومع ذلك فإن خوف الصحفيين على حريتهم أمر مشروع، لأن ذلك سيمكنهم من الدفاع عنها والمحافظة عليها. لكن الأخطر على حرية الصحافة لا يجب أن يكون في لكن الخطر على حرية الصحافة لا يجب أن يكون في اتجاه واحد، واعتبار أن السلطة السياسية هي مصدر الخطر الوحيد المفترض على حرية الصحافة. إن جزءاً من الخطر على هذه الحرية يأتي من عالم المصالح، وجزء آخر يأتي من القطاع نفسه. لذلك قلنا أن مهمة هذه الهيئة عظيمة في المحافظة على حرية الإعلام ضد كل الأخطار التي تتهدده، ولو ظهر للبعض أن الخطر قادم من جهة واحدة. نحن في بداية الطريق لكي يكون لنا هذا الإعلام المستقل عن السلطة والمعارضات والمصالح الضيقة، إعلام عالي المهنية رفيع الأخلاق، يساهم في جعل بلدنا منارة من منارات الديمقراطية المتطورة في الوطن العربي وفي العالم. لابد إذن من عقلية جديدة وتشريعات جديدة وآلية جديدة، وهيئتكم الموقرة إحدها. إن حجم التحديات التي ستواجهها الهيئة كبير، وحجم الانتظارات أكبر. سيكون عليها أن تصمد أمام الضغوطات السياسية وأمام ضغط المصالح، كما سيكون عليها أن تصمد أمام التجاذبات السياسية المتناقضة والشديدة. لكنني على أتم الثقة أنها ستنجح في ذلك بالالتزام بتطبيق القانون مهما كان الطرف الذي سيطبق عليه هذا القانون. إنها مرحلة صعبة تسعى فيها كل مؤسساتنا الجديدة، سواء على المستوى السياسي أو في القضاء أو الأمن أو الاقتصاد، لإيجاد توازنات جديدة تختلف عما كانت عليه تحت الاستبداد. إنني على ثقة أنكم ستكونون أهم عنصر لإعادة هذه التوازنات للقطاع الإعلامي وتثبيتها على أحسن حال، بما يخدم أهداف الثورة والديمقراطية وانتظارات المجتمع وحاجياته وشرف المهنة. ومن هذا المكان نتمنى لكم كل النجاح، ونؤكد لكم تعاوننا المطلق معكم. الأخوة والأخوات الأعزاء، لقد عرفت بلادنا في خلال هذا الأسبوع أحداثاً أليمة تمثلت في إصابة عدد من أفراد جيشنا وأمننا، لكن هذا الأسبوع شهد أيضاً عودة الحوار الوطني وحصول توافقات بالغة الأهمية بخصوص الدستور الذي سيكون بحق دستوراً من أحسن دساتير العالم، ودستوراً يجد فيه كل تونسيين أنفسهم. كل هذا بفضل التنازلات المتبادلة وغلبة روح الحوار والتوافق وما أبرزته مختلف الأطراف من حس المسؤولية. إضافة إلى هذا، أصبحت الهيئة الوقتية المستقلة للإشراف على القضاء العدلي واقعاً بعد أن ختمت البارحة قانونها، وأعلم أن الأمور تتقدم بسلاسة بخصوص إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات. مؤشرات لا تخفى دلالتها على حد، وتأكيد على أن المسار الديمقراطي يسير بخطى ثابتة، أن تونس على الطريق الصواب، وأننا سنصل بعون الله بر الأمان، ألا وهو الانتخابات المقبلة التي ستتوج نجاح أدق مراحل تاريخنا المعاصر، ودخولنا من أوسع باب نادي الشعوب الحرة، وغدا إن شاء الله نادي الشعوب المتقدمة اقتصاديا وعلميا وأخلاقيا. دور الإعلام في هذه الملحمة الجماعية إما البناء وإما التخريب، وربما كما هو الأمر في كل المشاريع البشرية هذا وذاك. قناعتي وأملي أن نزعة البناء ستتغلب على التخريب، وأن المؤسسة الإعلامية الجديدة بجانب المؤسسات السياسية والقضائية والثقافية والأمنية والاقتصادية والتربوية الجديدة ستجدد شباب تونس لتكون دوماً البلد الرائد
الذي ينضح بالحياة وبالأمل. وفقكم الله ووفقنا جميعا في خدمة أهداف الثورة المجيدة وبناء الدولة المدنية والمجتمع التعددي المتسامح العادل المعتدل. تحية تونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدي رئيس الدولة، سيدي رئيس المجلس الوطني التأسيسي، أيها الزملاء، أيها الضيوف المحترمين، إنه من دواعي الفخر أن نلتقي اليوم للاحتفال ببعث الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري، وهو مطلب ديمقراطي مهم طالما نادى به الإعلاميون في تونس منذ سنوات، وخاصة منذ ثورة 14 جانفي، انطلاقاً مما وفرته هذه الثورة من حرية التعبير والإعلام. لا مجال اليوم للخطب الطويلة، ولست من هواة الخطب الطويلة، لكن يكفي أن نقول أن بعد هذه الهيئة بعد جهد جهيد تشارك فيه جميع الأطراف تقريباً لتقريب وجهات النظر، وهذا لعمري أمر عادي ومحبذ في فترة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها تونس الآن. تعد هذه الهيئة كسب مهم ونعتز به جميعاً اليوم. سأكتفي بذكر بعض التحديات التي تنتظرنا والتي تعد في صلب العملية التعديلية التي تكون بالأساس في هذا الميدان التعديلي للإعلام السمعي البصري، حتى نتمكن من ترسيخ مبدأ التعددية الإعلامية ومصداقية المعلومة. من بعض هذه التحديات، ضمان حرية التعبير والاتصال لسائر مكونات المجتمع، وهو ما ينص عليه البند الأول من المرسوم 116 مثلاً، التشجيع على بعث وسائل إعلام سمعية وبصرية تمثل كل أطياف المجتمع وثقافاته، الحث على الرفع من مستوى الخطاب الإعلامي، واعتماد التعددية كعنصر هام لضمان إعلام حر ومحايد، العمل على جعل وسائل الإعلام العمومي في خدمة الصالح العام والاستجابة لحق المواطن في إعلام نزيه في مستوى عالي من الجودة والحرفية، إسناد الرخص والذبذبات إلى الوسائل السمعية البصرية بناء على تمشي بناء وشفاف ومحايد يستند أولاً وبالذات إلى مقاييس تعتمد على الجودة والمهنية، تنظيم ومراقبة التغطية الإعلامية في فترة الانتخابات كما سندخل فيها إن شاء الله عن القريب لضمان تغطية عادلة تضمن لكل الأطراف السياسية المشاركة في العملية الانتخابية تغطية يعني على أساس العدل والمواساة والمساواة. وفي النهاية نقول أن الهيئة انطلاقاً من دورها كحكم محايد ومستقل ستعمل على تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المشاركة في المشهد السمعي البصري خدمة للصالح العام وبعيداً عن الحسابات الشخصية الضيقة والتجاذبات السياسية. في الختام نقول إن عمل الهيئة التي تنظم القطاع، التي تسعى أو ترمي إلى تنظيم القطاع واتخاذ التدابير اللازمة للرقي بالمشهد الإعلامي إلى ما هو أحسن في ظل طموحات كل الأطراف المشاركة في هذا المشهد والجمهور المتلقي، وهو عنصر هام جداً في هذا المشهد الإعلامي حتى يكتسب هذا المشهد الإعلامي جدواه وشرعيته. كل هذا لعمري يمثل تحديا كبيرا لأعضاء هذه الهيئة الذين وأنا أتكلم بلسانهم يرون في هذه الخطة شرفا كبيرا ولكن مسؤولية كبيرة أيضا. ولكن لنا في قصيد الشاعر أبو القاسم الشابي ربما بعض المؤازرة في قصيد لحن الحياة، يقول: أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. يعني انطلاقا من هذا المبدأ نحن على أبواب عملية صعبة وتحديات صعبة، وأود وأدعو من الله أن يوفقنا ويوفقكم جميعا في إنجاح هذا المشروع اللي لأول مرة سيركز في تونس، وإن شاء الله يكتب له النجاح. وشكراً.